بمناسبة المولد النبوي الشريف، كاميرا النبا ترصد الاحتفالات في عدة مدن ومناطق ليبية. روحانيات وأطعمة خاصة أبرز ما يميز احتفال الليبيين بذكرى المولد النبوي الشريف. وسقوط عدد من الجرحى نتيجة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات وجهاز الإسعاف بطرابلس يعلن حالة الطوارئ. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في العاصمة من النبأ. يحتفل الليبيون والعالم الإسلامي اليوم الثلاثاء الذي يصادف 12 من ربيع الأول بالمولد النبوي الشريف، ويحيي الليبيون المناسبة بإقامة حلقات الذكر بالمساجد، فيما تخرج فرق المالوف والأناشيد الدينية لتجوب الشوارع والطرقات العامة. هذا وستفرد قناة النبأ مساحة خاصة لرصد احتفالات المدن الليبية بهذه المناسبة خلال نشرتها الإخبارية وبرامج اليوم. القنديل والخميسة عادات ليبية ما تزال موجودة في احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف في عدد من المدن الليبية. المزيد حول هذه العادات نشاهدها في هذا التقرير. ما إن تقترب ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم حتى تتهيأ الأسر الليبية للاحتفاء بالمولد تشريفا وتعظيما. الحناء وإيقاد الشمع وما تصاحبه من أهازيج وعادات ارتبطت بذكرى مولده. الناس عندهم فيهم إقبال زي بنادير، عادات وتقاليد، بنادير، قناديل، شجر. الموضوع ما فيه إنه تفريح للعيل أكثر من أي حاجة ثانية، فهمت كيف ولا؟ أصناف من الأكلات الشعبية تحضر وتعد خصيصا في المولد، تبدأ بالعصيدة في الصباح ثم برشدة الكسكس. إقبال العائلات على التجهيز للمناسبة جعل منها موسما تجاريا رائجا تقتني خلاله العائلات الليبية مستلزمات المولد من ألعاب وأصناف من الأكلات، إضافة إلى جعلها براحا للتوسيع على الأطفال بتوزيع الخميسات والقناديل والدرابيك والبنادير. تقاليد زي قبل زي توا لا، تقاليدنا قاعد احنا
غدوة موسم رشيدة العنيدة اكسكسو بجلات سليطة هذا وصايمين إن شاء الله من أهل الدنيا إن شاء الله يا رب. ولا صيدة تاني يوم صيدة وربيبة واللي كل قديرو قدرة هذا احنا تكي عادتنا ونديرو قنيديل أنا أبوي 105 متوفي عمره نديرو قنشميعة ديتا ونضرب قنديل وقنديل فاطمة جابت خليل قندي هذا قنديلك يا حوا يشعلنا المغرب لا توا ربي يحفظك إن شاء الله يا رب. موسم ديني واجتماعي يتجدد كل عام تحضر فيه العادات والتقاليد وروحانيات التمسك بسنة نور الهدى وملتقى تتآلف فيه الأسر الليبية بالمودة والرحمة. هذا ونصحبكم مشاهدينا الآن مع مراسلنا حسين البرناوي الذي ينقل لنا صور ومضار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من المدينة القديمة طرابلس. والأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات ذكرى مولد سيدي خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول هي الذكرى لمولد النبوي الشريف. هذه الذكرى أو الاحتفالية اختلفت احتفالها في من منطقة لأخرى داخل ليبيا، لربما الأجواء هنا داخل العاصمة طرابلس بالتحديد في ميدان الشهداء حيث كانت الانطلاقة الثانية للزوايا الصوفية، كانت الانطلاقة منذ الصباح في الزاوية الكبيرة بباب البحر ترجلا من رجال الدين في الأزقة والأماكن التاريخية التي رمزت إلى العبق والتاريخ والثرات التي يربط أهل طرابلس بهذه الزوايا. الانطلاقة كانت الثانية كما تحدثت بسوق المشير، ومن ثم النقطة الثانية كانت تجمع في ميدان الشهداء، ومن ثم ستكون الانطلاقة خلفي هنا في سوق المشير إلى الزاوية الصغيرة التي هي تقع في قوس ماركس أو عند باب البحر بالتحديد. الأهاجيز والأغاني الدينية كانت حاضرة من قبل أهالي طرابلس. الملاحظ لهذه الاحتفالية كانت كبيرة، الأهالي خرجوا كبار صغار حتى النسوة كانوا حاضرين في الاحتفالية. لربما الأذكار التي تخص بهذه الذكرى هي التعطر بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه إن اختلفت الرؤية أو اختلفت الاحتفالية من مكان إلى آخر، يعني ميدان الشهداء كان حاضرا جسد ملحمة تاريخية من الأجيال والتي توارثها جيلا بعد جيل. لربما كانت أيضا الجهات الأمنية التي تؤمن المكان كانت حاضرة، بالفعل أمنت المكان، كانت التأمين كان جيد جدا. أيضا الحضور كان من الأهالي الطرابلسيين للتذكر والاحتفال بهذا اليوم. هو 12 من ربيع الأول، لربما الاحتفالية تظهر الرابط الاجتماعي والثقافي لأهالي طرابلس، حيث يعتبر أحد الملتقيات للأهالي وأيضا الأصدقاء والأحبة داخل ميدان الشهداء. يعني ندعكم مع هذه الصور.
نبوا الشباب ينتبه لحاجات افضل، العادات والتقاليد الاولى يعني، ما كناش نعرفوا المتفجرات، وهذا ما يترتب عليها من عواقب رأي مش كويسه. انا ننصح اولياء الامور ينتبهوا لصغارهم بعدم استعمال الحالات هذه. النبي يحتفلوا به، عرفت، بالقصيدة وبقنديل صغير والله بشمعة، هذا اللي نعرفوه كيف تديروا الألعاب النارية. بصيرش بدنا الكلام هذا يقعد ولده يمشي لوحة في مستشفى ويقعد يعاني فيه، حرام عليهم حتى يشوف ألعاب نارية. هذا ماي العيل العنف من صغره، من اللي هو بيبي تعلم شاد بندقة وشاد مسدس ولا ألعاب نارية. بعدين فلوس، هذا انت قاعد تحرك في فلوسك، مش حرام هذا؟ نشروا لهم حاجه مفيده يعني، كيما زقوق وكيما فهمتني الالعاب اللي والالعاب الباهيه اللي يستفادوا منها هما، فهمتني. اما الالعاب المخترة دي ما هي السائرة عندنا احنا، فهمتني. والله شوف، احنا عندنا في مصر ما بنحتفلش بالالعاب الناريه، احنا بنحتفل بالحلويات، في حاجة عندنا اسمها الحصان والعروسة الحلاوة، لكني الألعاب النارية دي هنا بس عندكم يعني، ما في مصر ما عندناش ألعاب نارية صراحة يعني. كما رصدت كاميرا النبأ أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مدينة بنغازي. هذا واستطلعت كاميرا النبأ عادات وتقاليد الليبيين في ذكرى المولد النبوي الشريف. معلوم أن في يوم المولد النبوي الشريف يعني كما توارثنا من العادات والتقاليد، أن الأكل التي يتواردها الليبيين كلهم أن أكلة العصيدة، كل الناس تعمل العصيدة في يوم المولد، أن العائلة تجتمع على هذه الأكلة، وهي من العادات المتوارثة عندنا منذ أن وعينا على الدنيا، والناس يتوارثون هذه الأكلة، والعائلة كلها تجتمع على هذه الأكلة، وهي يعني أكلة بسيطة جدا، لا فيها ما فيهاش يعني التكاليف كثيرة، أو يعني أكلة بسيطة جدا الناس كلها تعرفها الليبيين. لا أظن أن هناك مانع من هذه الأكلة، لأن كل الناس يعني تستطيع أن تعمل هذه الأكلة، ما فيش يعني الغنية ولا فقير يعني مخصوصة بناس معينين، فالناس كلها إحياء لهذه الذكرى وتذكيرا للصغار مثلا بهذا اليوم، ذكرى هذا اليوم أن اليوم العصيدة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل يتذكر هذه الذكرى السعيدة، والناس كلهم تحتفل بهذا المولد. وحتى في الموالد العادية عندما يكون عند إنسان عند مولودة وحاجة فيعمل العصيدة، وهذا يعني سنة أو طريقة متبعة عند الليبيين، فلا أرى أن هناك مانع من هذه الأكلة أو هذا الشيء، وليست من البدعة في شيء يعني. نحن حريصون كل الحرص على هذه العصيدة، من ينوعين على هذه الدنيا حريصون من أبائنا وأمهاتنا يعني وتورتنا هذا الشيء، ونحن حريصون عليه وأبناء كذلك حريصون عليها. نحيي المولد النبوي بالذكر ليلة المولد في الليل، ونور مساجدنا، مسجد هذا جامع البغتوري هذا في قرية وشباري، هذا نديروا فيه في حفلة ونديروا فيه في ختمة قرآنية، وندعو الله تبارك وتعالى بمناسبة المولد النبوي الشريف أن هو يفتح أبواب الرزق علينا ويحفظ بلادنا ويحفظ أهلنا وصغارنا. وطبعا يعني في الصبح لما نستقدوا في الصبح طبعا نلقوا يعني عائلاتنا وامهاتنا يديرونا في الـ في الـ في في العصيده اللي هي نقولوا لها بجبالي ارواي دي ضد تممت ضد فيطاس. وطبعا يعني نقدوا النهار يعني نزوروا عائلات بعضنا ونمشوا لبعضنا ونزوروا اهلنا وصله الرحم، وهذا المولد النبوي.
كل حوش تقريبا مجهز خروف او اي نوع من الاغنام، ينتظر في هذا اليوم باش يكرم به الضيوف اللي جايين لهذه المنطقه. نبتدي بالاكلات في خلال موسم مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام المباركه. طبعا من كل عائله العائله بيختلف الاكل، وكل منطقه حتى بيختلف الاكل. في الفتات الاكل الشعبي الفتات والهريسه، وفي اللبازين، وفي اللي كسكسي ولحم راس، في كل منطقة يختلف. طبعا بالنسبة للأكلة الشعبية الموجودة في يوم المولد، هي أغلب الأكلات الشعبية الموجودة عندنا داخل الولايات، وأغلبها متركز على أكلة اسمها الفتات، اللي عبارة عن خبز تنور وقد معاه بعض اللحم وبعض الأدم وبعض الخضار، يقدم خصوصا في فترة الغداء. هذه الأكلة الشعبية المحبوبة داخل مناطقنا في الولايات وفي الجنوب عموما. في هذا اليوم طبعا عندنا بعض الأكلات الشعبية التي نأكلها جميعا ونجتمع نحن الأخوة جميعا، من بينها أكل ما يسمى بالفتات والبازين والرز والكسكسي، وهذه كل الأكلات الشعبية عندنا ونأكلها دائما. بالإضافة لهذا نحن نجتمع لكي نتدارس نحن وابنائنا الصغار على هذا النهج، نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. وينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مصراتة مراسلنا عبد المنعم البوري لمتابعة احتفالات أهل مصراتة بذكرى المولد النبوي. كل عام وأنت بخير عبد المنعم، ولو تطلعنا على أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة مصراتة. كل عام وأنت بخير ميس وكل الزملاء وكل المشاهدين كذلك. طبعا ميس، انطلقت يوم أمس الاحتفالات بذكرى المولد النبوي في بلدية مصراتة وسط المدينة، حيث خرجت الزوايا وتجمعت أمام قاعة الشهداء، بعد ذلك اتجهت أفواج الزوايا لسارية العلم وسط المدينة. طبعا هذه الأفواج كانت تقصد القصائد وتمدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبرز ما دار في يوم أمس داخل المدينة. أما اليوم ستنطلق الاحتفالية أو احتفالية أخرى بأحد أكبر المساجد بمدينة مصراتة، وهو مسجد بلتو، حيث سيشهد اليوم مسجد بلتو حلقات ذكر وتقصيد بحسب الحروف الأبجدية كما هو المتعارف لدى الزوايا الصوفية، وهو اليوم الختام بحرف الياء، وسيكون بعد ختام الذكر والتقصيد سيكون أو ستكون هناك تلاوة لكتاب البرزنجي الذي يتناول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ميز الأجواء العامة بالمدينة، هناك باعة للألعاب الذين بدأوا منذ أيام في البيع والتجهيز أيضا. اليوم صباحا العديد من المساجد داخل المدينة الذين اجتمعوا على الأكل المتعارف عليها داخل مدينة مصراتة ولدى أغلب الليبيين وهي العصيدة. لأن هناك بشكل عام مثل ما ذكرت عن الأجواء العامة، هناك ما يفسد مظاهر الاحتفال بإشعال النيران بشكل كبير وبشكل عشوائي في بعض الطرق العامة، والتي تدخلت حقيقة السيارات المطافي بشكل متتابع وتلاحق أينما وجدت نيران تحاول إخمادها. نعم. هذا مدار في ليلة البارحة. يعني نتمنى لا يكون هناك إصابات مثلا يعني بسبب اشتعال هذه النيران والمفرقعات. نعم. في المدينة. نعم، تواصلنا حقيقة مع الجهات الصحية المسؤولة. لا توجد أعداد تذكر، يعني هناك جروح بسيطة أما عن طريق المفرقعات والألعاب النارية، أو مثل ما ذكرت حضرتك أو مثل ما ذكرت في بداية حديثي عن إشعال النيران، وأغلب هؤلاء أطفال صغار سن يعني.
طيب، يعني إذا اليوم هناك احتفالية في المسجد كما ذكرت، هل هناك أي عادات وتقاليد لدى مثلا مدينة مصراتة غير العصيدة، مثلا هذه الأكلة التي متعارف أن كل الليبيين مثلا يتناولونها صباحا؟ نعم، الأجواء بشكل عام ميت أو المتعارف عليه في المدينة حقيقة لا يوجد شيء، لا يوجد شيء مميز، يعني زيارات مثلا للعائلات وغيره. نعم، بشكل عام يعني لا يختلف الأمر عن باقي العادات المتعارف عليها في باقي المدن الليبية، ولكن ربما ما يميز الأجواء في داخل المساجد ببلدية مصراتة أو بمدينة مصراتة تحديدا أن هناك العديد من المواطنين الذين يأتون بأكل من البيوت، يعني كل شخص يجيب في أكل من البيت، هذا أبرز شيء يعني أو هذا ما يميز الاحتفالات والعادات عند الناس. غير ما أنا ذكرت يعني هذه أول عام ربما يتناولون الأهالي المناطق بمساجدهم العصيدة، هذه أول سنة. نعم، إن شاء الله دائما يعني ملتمين وعلى الخير بإذن الله في كل الاحتفالات القادمة في المولد النبوي الشريف. شكرا لك عبد المنعم، وأكيد حنتابع معك الاحتفالات في النشرات اللاحقة. ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة يحتفل بها الليبيون في مختلف المدن والمناطق تذكيرا بسيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم العطرة وأخلاقه الحميدة وخلقه العظيم. كاميرا النبا رصدت مظاهر البهجة التي أدخلتها المناسبة الكريمة في قلوب الليبيين. هكذا بدأ الليبيون عشية المولد النبوي الشريف، شبابا ورجالا لبوا نداء الذكرى. مختلف المدن والقرى تحيي مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. من أجل تدارس سيرة النبي والتذكير والعظة بأخذ ما أمر به ديننا الإسلامي صلى الله ديننا الإسلامي واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ابتهالات واحتفالات عمت المساجد والمنارات العلمية بكافة أنحاء البلاد، وعادات وتقاليد لم تغب عن البيوت اعتزازا بهذه المناسبة المباركة. في المساجد والدور الدينية علت أصوات الخطباء بالآيات الكريمات، وتلتها العبر من السيرة النبوية عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن شخصه وصبره ونشره الفضيلة والتسامح. أعاذه الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات، نتمنى من هذه المنطقة الصحة والعافية والهناء لليبيا العزيزة، ونطلب من الله العزيز الكريم أن يصلح حال أبناء هذه الأمة ويوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه. لم تغب فعاليات الذكرى أيضا عن الساحات العامة في أغلب المدن الليبية، وشملت مظاهر الاحتفالات أعداد الأطباق التقليدية التي دأب الليبيون على تحضيرها بحلول هذه المناسبة الكريمة. وفي طرهونة يحافظ أغلب الأهالي على عادات وتقاليد أحياء المولد النبوي الشريف. التقرير التالي يرصد الاحتفالات في مدينة طرهونة. مظاهر الفرح تجتاح ترهونة على غرار سائر المدن احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أهالي المدينة اعتادوا شراء الألعاب والهدايا للصغار، غير أن البعض اختار ترك بعض تلك العادات لمشاغل الحياة اليومية التي أصبحت متراكمة. قبل كانت العادات الأولاد القديمة نحتفل بكل حاجات الألعاب وقدموا في العصيدة الواحد، ولكن توا عصاس الناس قالوا هذه بدعة، فلهذا أن إحنا توا اتجهنا أساسا يمشوا المساجد والصلاة والعبادة والدعي على رسول صلى الله عليه وسلم. مظاهر إقبال الناس على الاحتفال بهذه المناسبة والحفاظ على العادات والتقاليد يدل ولا شك على مدى تأصل هذه العادة وارتباطهم بذكرى مولد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. والغالبية من الأهالي هنا
قرروا الاحتفال على هذه الطريقة التي عاهدوها منذ قديم الزمن. ليلة المولد المجلس نذكر الله باهي حضرة ومرات يعني كان في بلدي وعندي وحتى في حضرة باهي ونذكر الله سبحانه تبارك وتعالى باهي والصبح ناكل سيدة وهذا لذيذ نصافح بعضنا كيف حالك سلامتك كل سنة وانت طيب. مع اختلاف وجهات النظر في طريقة الاحتفال إلا أن الخلاف لا يكاد يكون موجودا، فالأهالي في ترهونة يستقبلون ذكرى مولد خير الخلق وكلهم أمل في أن تكون مناسبة لتوحيد الصف والتصالح والسلام بين أبناء الوطن الواحد. لكل مدينة عادات في أحياء المولد النبوي الشريف تختلف عن المدن الأخرى، ففي صرمان تعود الأهالي على توزيع الطعام كما يشيع الذكر في المساجد كمسجد سيدي ذكري العامر بحلقات الابتهال. عدد من الأهالي يزورون أو يروون عفوا للنبأ قصصهم مع المولد النبوي. نفضلوا لذكر النبي لذكر الرسول ودرابيك للبنات وتلوح وبناديل أطفال الشباب الصغيرين ويوم المولد يجوا للمسجد زكريا سيد الذكر للاحتفال بذكر النبي في هذا اليوم المبارك نحتفل بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لأهالي المنطقة يقدمون الطعام بأنواع بازين كسكسي مكرونة أرز أي حاجة تعبر عن الفرحة وعلى حسب الاستطاعة ما فيش لا تكلفة ولا تقليد. درجة العادة عندنا إن ما يكونش في حتى تنسيق في عملية الأكل في الحاجات هذه يعني كانت الناس تأتي تلقائيا هيك محبة في النبي صلى الله عليه وسلم محبة في هذه الأيام يأتوا بالأكل على على يعني على أنواع يعني الأكلات الشعبية اللي عندنا الكسكس والبازيل والرز والمشروبات والحاجات هذه بكل أريحية يعني وبدون أي تكلفة فتأتي الخيرات يعني الحمد لله في هذا اليوم. تتكاثف الناس والتعاون بقدر المستطاع من لديه نقدم أي أكلة كانت بزيم كسكسي ورز مكرونة رشدة وإضافة لذلك الحلويات والمشروبات وجميع المناطق ومن المدن الأخرى تأتي إلى هذا المسجد وتفرح بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذه صور للاحتفالات من مدينة الزاوية بمناسبة ذكرى المولد. وللمزيد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة الزاوية مراسلنا خليل زعميط. خليل كل عام وأنت بخير، ولو تضعنا في الأجواء الاحتفالية في مدينة الزاوية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نعم خليل هل تسمعنا؟ نعم مساء الخير، كل عام وانتم بألف خير، كل الأمة الإسلامية والشعب الليبي بألف خير بمناسبة مولد السيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم لو تطلعنا على كيف كانت الأجواء الاحتفالية في مدينة الزاوية. نعم أجواء الاحتفالات في المولد النبوي الشريف كانت هذه الاحتفالات يعني خاصة عند الأطفال يعني يذهبون إلى الأسواق العامة وأيضا إلى بعض المحلات لألعاب الأطفال
طبعا يعني كانت الأجواء الشوارع يعني مزدحمة يوم الأمس بالأطفال والكبار إلى عند بعض المساجد. طبعا قامت ببعض الاحتفالات الدينية في المساجد وأيضا نعم والتقاليد في بعض المساجد في مدينة الزاوية. يعني كيف تكون هذه الاحتفالات؟ هل تخرج مثلا من زاوية معينة في زوايا موجودة في الزاوية وتلتقي في نقطة معينة؟ كيف هي هذه الأجواء مثلا؟ هل لديك خلفية عنها؟ نعم، بالنسبة لهذه السنة يعني كملتقى للزوايا يعني أو الفرق المدايح الدينية في مدينة الزاوية لا توجد أي تجمع لهم هذا العام، بس اقتصر هذا الاحتفال هذه السنة في بعض المساجد داخل المساجد نفسها أو داخل الزوايا نفسها. لا يوجد أي احتفال عام أو في تجمع معين في مدينة الزاوية. كانت هذه الاحتفالات يعني مقتصرة يعني لبعض المساجد فقط يعني أو بعض الأحياء. بعض الزوايا الصوفية يعني موجودة في اقتصرت فقط على بعض الزوايا الصوفية تقول؟ نعم نعم. طيب نعم. يعني هل هناك عادات معينة في الزاوية غير العصيدة مثلا في الصباح؟ يعني هل هناك أكلة معينة تقومون بإعدادها مثلا في هذا اليوم؟ بالنسبة لليلة المولد النبوي يعني احنا نعرف يعني يقوموا أمهاتنا بما يعرف المسقي يعني سواء كسكسي سواء رز مسقي يعني هذا يقولوا له وجبة الموسم. وفي الصباح يعني معروفة عند كل الليبيين يعني العصيدة هذه من الثوابت بالنسبة لمدينة الزاوية، لكن ما فيش أكلة معينة يعني تكون معدة لهذا اليوم بالتحديد. نعم. شكرا لك خليل، وإن شاء الله ديما محتفلين وطيبين وأهالي الزاوية إن شاء الله دائما يحيوا ذكرى من مولد النبوي الشريف. شكرا لكم. شكرا. في زليطن واكب مراسلنا الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في المدينة. انطلقت منذ الصباح الأولى كوكبة من المنشدين داخل زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر بمدينة زليطن القصائد وذكر القصائد. اليوم تبدأ القصيدة بحرف الياء وهي آخر الأيام. طبعا القصائد توزع على 28 حرف، اليوم هو آخر حرف وهو حرف الياء. تبدأ القصيدة بحرف الياء في كل بدايات أو تلتزم بحرف الياء في بداياتها وكذلك القافية. في هذا اليوم تشهد منارة أو زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر يعني تجمع كبير للمواطنين بهذا المكان، حيث تتواجد أيضا الفرق الصحية التابعة للهلال الأحمر وكذلك العديد من يعني المنصات البسيطة التي تحاول أن توزع بعض الحلوى وكذلك الشاي وبعض الإفطار الصباحي لكل الحضور ولكل زوار مسجد الشيخ عبد السلام الأسمر في هذا الصباح. كما ذكرت انطلقت من الساعة 9 صباحا وتستمر حتى فترة الظهيرة. هذه النشائد أو الأناشيد الذي يقصدونها الكوكبة من المنشدين الذين أتوا من مختلف المدن الليبية، ليس من مدينة زليطن فقط. بالحديث أيضا عن باقي الفعاليات، سوف تكون اليوم فعالية جديدة على مسجد الشيخ عبد السلام الأسمر وعلى المنشدين وعلى الزاوية هنا أيضا، وهي الخروج من الزاوية ويعني يتمشون في الشارع بالمدائح والقصائد الدينية بذكر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نسيم اعتدال هذا أبرز الملامح وأبرز ملامح الاحتفال في هذا المكان بزاوية الشيخ عبد السلام الأسمر بزليت. وفي بني وليد وكبت كاميرا النبأ احتفالات الأهالي بذكرى المولد النبوي وعادت لنا بهذه الصور. باش البنادير يا ها خمس سرعة.
مبارك لمدينة بن وليد الآل اللي احتفل بمولد النبوي الشريف على أمة الإسلام بكاملها، ونهني جميع الشعب الليبي بمولد النبوي الشريف، وشباب الآن محتفل شباب بن وليد بمولد النبوي الشريف. بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف نحب نهني الشعب الليبي الكريم ونهني الأمة الإسلامية بحلول هذه الذكرى السعيدة. تقدم بأحر التهاني وأحلى التبريكات للأمة العربية والإسلامية بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف، أعاده علينا وعلى الأمة العربية باليمن والبركات، وكما نتقدم إلى أهالي منطقة بن وليد بهذه المناسبة. ونبقى مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وهذه المرة من وادي عتبة، حيث أحيا عدد من مرتدي الطرق الصوفية ذكرى المولد النبوي خلال ملتقاهم الأول. كاميرا النبأ حضرت الاحتفاء وعادت بالتقرير التالي. ابتهالات روحية وإنشاد لقصائد دينية تذكر بمناقب وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارتفعت أصواتها وغطت مسامع الحاضرين. لفيف من مشايخ الطرق ومريديهم وخطباء المساجد من أتباع الطرق الصوفية بوادي عتبة اجتمعوا في ملتقاهم الأول لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. الملتقى الأول لطرق الصوفية بمنطقة وادي عتبة، والذي حضرنا هذا الملتقى جميع مناطق الجنوب من سبع الشاطي وباري مرزق زويلة على حسب على غدوة على مستوى مناطق الجنوب، والذي تطرق فيه برنامج المولد بصفة عامة، ختم دعاء ختم القرآن طبعا، وتوزعت في هذا الملتقى ما يقارب 113 ختمة. ملتقى احتفالي جمع المشاركين من مختلف مناطق فزان، كان موعدا للتذكير بالسيرة وصفات النبي العدنان، وبابا للاقتفاء بأثره الشريف والاهتداء بأخلاقه السمحة، ما اعتبره القائمون على الملتقى وصلة للتعريف بالدين الإسلامي عن طريق مبلغه، كيف كان عهده وما مدى التحول في هذا العصر. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بذكرى مولده اليوم نحتفل في هذه المنطقة أنا وهي محلة تساوى، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هدانا إلى الإسلام وهدانا إلى حبه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. جمع التف حوله كل محبي الطرق الصوفية بالمناطق الجنوبية، تحدوا فيها صعاب ولبوا النداء من أجل هذه اللحظة التاريخية احتفاء واحتفالا، راجين استمرارها في قابل السنوات. ولم تكن مدينة جادو في الجبل الغربي استثناء عن باقي المدن في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريفة، حيث تجمع الأهالي لإحياء هذه الذكرى. الأهالي تجمعوا كالمرات السابقة في مسجد المدينة لتبدأ حلقات الذكر، ويلهج لسانهم بذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام ويروون سيرة حياته. في سياق متصل، أعلن مستشفى الحروق والتجميل بطرابلس استقباله 20 حالة مساء الاثنين ما بين حروق سطحية وجروح طفيفة نتيجة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. المستشفى عبر حسابه بفيسبوك أكد أن الحالات التي استقبلها خفيفة ولم تسجل أي حالة بتر جزئي أو كلي خلال هذا العام، واعتبر المستشفى الانخفاض الملحوظة في تسجيل الإصابات مؤشرا إيجابيا لهذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. هذا وكان جهاز الإسعاف والطوارئ أو الإسعاف وحالة الطوارئ قد أعلن استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وأفاد المتحدث باسم الجهاز أسامة علي للنبأ أنهم دعوا جميع الموظفين بضرورة الوجود
أو التواجد كل حسب عمله ونوع وظيفته في كافة فروع الجهاز خلال أيام الاحتفال. ويستعد الليبيون هذه الأيام في كافة مناطق البلاد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق اليوم، حيث يحتفل الأطفال في الطرقات العامة بإضاءة القناديل في إشارة منهم إلى إضاءة الكون بمولده إلى ذلك قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي أن الجهاز أعلن حالة الطوارئ في 165 من تمركزاته في مختلف أنحاء البلاد للتدخل نتيجة استخدام الألعاب النارية بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعلننا حالة الطوارئ نحن كجهاز إسعاف وطوارئ بتمركزاتنا الكاملة على مستوى البلاد بحوالي 165 فرع، يعني ما يعادل حوالي 650 تمركز. هذه التمركزات سوف تكون بعون الله على أوبة السداد بوجود أي طارئ للألعاب النارية، إضافة إلى أننا سوف ننتقل للعمل بجوار مستشفى الحروف والتجميل تجنبا للتدخل في أي لحظة، ونتمنى أن يمر هذا اليوم بالسلام. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية العاصمة. بإمكانكم متابعة المزيد من أخبارنا عبر موقعنا الإلكتروني نبا.tv وكذلك صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.